في حوار مع الحزم سيكون ديربي خليجي سعودي كويتي بعد ما كان ملعب ضد النصر وانتصر 1-0 بهدف سنيب العاشور محترف التونسي. كرة ممتازة والفريق القدساوي يبدأ بشكل ممتاز فرصة وهدف وهدف أول. الهدف الأول من بدر المطوع. الهدف الأول لبدر المطوع. إذا 1-0 للفريق القادسية. القادسية هفاولة كانت من الحارس لم يستغلها من فاول مساعد ندى وفي الدقيقة الثامنة خطأ فادح من دفاع نادي الخور وهدف فتح باب التسجيل عن طريق بدر المطوع. إذا هدف لصفر طبعا كانت مستحيلة على الحارس جبريل كاني. شوف الخطأ من الدفاع كان قاتل. شوف الكرة هف وفادحة جدا. هف وفادحة من لاعب رقم 99 جاكسون بيل شاتو الكاميروني. شاتو الكاميروني المحترف كان في الدوري الألماني يضيع كرة ويهدي هدف للفريق الكويتي.